بسم الله الرحمن الرحيم. كل سنة وحضراتكم طيبين، رمضان كريم. زي ما اتفقنا في البوست اللي نزلناه على الفيسبوك ان احنا ان شاء الله هنبدأ نشتغل على محاضرات التاريخ، محاضرات تاريخ، هنعرف تاريخ مصر القديمة. هنحاول نشتغل عليه مش بطريقة الطريقة التراديشنال او الطريقة التقليدية، هنحاول نشتغل موضوعات، هنحاول نشتغل شخصيات، هنحاول احنا نتعامل معاه من اكتر من منطلق، وربنا سبحانه وتعالى يسر لنا امرنا. لكن قبل ما هبدا اتكلم في التاريخ بشكل عام بالفكره العامه، ان انا ابدا اقول الاسره الاولى، الاسره الثانيه، مصدر التاريخ، فلان حكم، فلان جه، لازم نعرف ازاي انا وصلت ليه بدايه الاسره. بعض الناس يقول لك بدايه الاسره 3200 3000 قبل التواريخ، دي الى حد كبير قريبه. ولكن انا عندي مشكله بس يا جماعه بسيطه، وهي ان في التاريخ الفرعوني في المرحلة الفرعونية هيبقى صعب ان انا قبل العصر المتأخر اديك تاريخ شرب، لان عندي مشكلة في لغاية نهاية الدولة الحديثة، وهي ان الطبيعي طوال التاريخ الفرعوني بنقول السنة الاولى من حكم الملك وابدأ اشتغل عليها، السنة الثانية من حكم الملك وابدأ اشتغل عليها، السنة الثالثة من حكم الملك وابدأ اشتغل عليها. يعني لما الملك بينتهي حكمه اللي بيجي بعده ما بيكملش، بيبدأ السنة الاولى من حكم، يعني بتبدأ مرحلة تانية عنده. من هنا ببدا اقابل المشكله. لكن في العصر المتاخر في مصادر كتير بتدخل متختلف، اشوريه، بابليه، الفرس هيدخلوا، الكتاب المقدس هيشتغل معاه بشكل صريح في الملوك اول وملوك اثنين وعمل الرسل والاحاديث اللي ما بين سليمان وداود وبعد كده حكام اللي شرحناها قبل كده في العصر المتاخر. فحلاقي عندي الفكره مدياني نوع من انواع الثراء اللي اقدر من خلالها احدد تاريخ معين. طيب البدايه عندي اللي اقدر احدد فيها، ربنا سبحانه وتعالى خلق الانسان، ثم نزل الانسان على الارض وبدات عمليه التحولات اللي احنا عارفينها كلها، التحولات الجيولوجيه اللي تمت، التحولات الجيولوجيه في تكوين البحار والمحيطات وغيرها، الامر اللي ادى في النهايه ان الانسان بدا يدخل في الكهوف. ومن حياه الكهوف بعد ما استقر الانسان خرج الانسان ابتدى يشتغل في حاجه، الحاجه اللي اشتغل فيها هي ايه؟ جمع الطعام وصيد الحيوان. هو ماشيين احنا اتنين تلاته مع بعض جعانين، لقينا حاجه في الارض، بقينا نجيب اي طوبه او اي حجر ونضربها ونطلع وناكلها، وبلاقي حيوان ماشي. الحيوان غريزه الخوف دايما بتيجي دايما مع الاستقرار، فانا مش مستقر، اي حيوان ايا كان شكله ممكن اضربه ويبقى صراع بيني وبينه، واكل منه اللي انا محتاجه وهمشي، لان الانسان مش هيربي الحيوان، ومش محتاج ومش فاهم يعني ايه ربيه. لكن الانسان ابتدى يفهم ان ممكن النباتات اللي بياكلها لما يخلص ممكن يشيل شويه معاه، فبدانا نجد من العصر الحجري القديم الروحيات الصغيرة دي كده، حتى روحيات حجرية أو أشكال الإنسان بيحط عليها بعض الأدوات اللي هو محتاجها. بعد كده الإنسان بدأ يتحول لمرحلة تانية لما ابتدى يعرف حاجتين مهمين جدا. الحاجة الأولى الزراعة، الحاجة التانية النار. الزراعة والنار دول استقرار. طبعا إخواتي والأصدقاء الأعزاء في البري هيستوري يمكن أفضل مني، بس بقولها كتمهيد لشغلنا. الزراعة هنا زي ما قلت ان انا ما صحيتش الصبح قلت ضربت وازرع يا ابني، لا، واضح ان انا كان عندي فكرة التخزين وفكرة الحبوب، وابتديت عينيا كل اختراع بيجي بالبداية من الملاحظة. الملاحظة الاولى قالت ايه؟ قالت ان انا شفت ان النبات لما ان الارض لما بيجي عليها مية في الحتة دي اللي لونها اسود، لما بيجي عليها المية بيطلع منها نبات ده، يبقى اذا المية مهمة. وبدأ النيل يغير، وبدأ النيل تغيير المجرى بتاعته زي ما بيقولوا الجغرافيين في الفترة دي، بدأت تدخل عندي في مرحلة من مراحل الاستقرار، معرفة الزراعة، عاوز اخزن، فبدأت اخد الاكل ده واخزنه، محتاج اخزنه في سلال وجرار، ومحتاج احطه في اواني فخارية، وده الدليل ان انا عرفت النار. ده المرحلة اللي بيسموها العصر الحجري الحديث. في المرحلة بتاعت العصر الحجري الحديث دي بدأت ألاقي محطات حضارية في مصر بتقول إن الإنسان أصبح منتج للطعام مستأنس للحيوان. بنتج أكلي وبستأنس الحيوان، ليه؟ أستأنس الحيوان لأني ابتديت أفهم كمان إن الحيوان ده ممكن أذبحه وآكل وأشيل الباقي، ممكن آخد منه منتجات تقدر تخدمني سواء في التدفئة أو سواء في الطعام أو غيرها. بدأت هنا محطات، بدأت ألاقي بيوت زي ما ينكر طلع لي سنة 28 في مريمدة بني سلامة أراضي طريقة للبيوت الخطبة، مريمدة بني سلامة اللي هي الخطبة 50 كيلو شمال غرب القاهرة. بدأت ألاقي مصطفى العمري حلواني يطلع لي الحلوان، بدأت ألاقي الفيوم وخصوبة وعظمة الفيوم، بدأت ألاقي دير تاسة في أسيوط وسوهاج، بدأت ألاقي في المنطقة بتاعت الصعيد يظهر الحضارات، بدأت ألاقي النحاس يظهر في الأدوات. كل اللي بيظهر عندي هنا
الأداة بتتطور إزاي؟ الأداة بيحصل فيها إيه التطور اللي بيحصل في الأداة؟ اللي بيحول لي الحالة بتاعتي من حالة الأداة أطورها عشان أقدر أستغل بيها، ده الحالة اللي أنا بتحول فيها اللي بنسميها الإيه؟ التاريخ الصامت، لأن بعرف التطور التاريخي اللي حصل في مصر في المرحلة دي مش من خلال حاجة مكتوبة، ده من خلال الأداة. التشريب يقول لك الأداة الآشلية، الأداة الآشولية، الأداة كذا، ليه إخواتنا وأساتذتنا في بري هيستوري دايماً بيشرحوا لنا الحاجات دي بيحطوا لها مسمى، لكن أنا بقول لحضرتك إن ده هو التطور الطبيعي الإنسان اللي عايش عليه في المرحلة دي. طيب علشان أوصل بقى لمرحلة الأسرات لازم إن أنا بعد العصور الحجرية دي مريت بمرحلة ما قبل الأسرات، ما قبل الأسرات اللي بيسموها نقادة واحد اتنين تلاتة والمعادي ويقابلها الحضارة دي والحضارة دي. طيب التقسيمة دي اعتمدت على إيه؟ اعتمدت على مراحل اشتغل عليها واحد اسمه زيتا وواحد اسمه رانكا وواحد اسمه يونكر، ومن مصر في ناس كتير لعل اهمهم وافضل ومؤشرهم كان الله يرحمه استاذنا العظيم الدكتور عبد العزيز صالح. واتفقنا في النهايه ان انا عندي علشان اوصل للتوحيد بتاع مصر مريت بتسع مراحل، تسع مراحل. المراحل التسعه دول بداوا من الدلتا وانتهوا في الصعيد. اول بدايه كانت في حته اسمها سميتها نصوص الاهرام وهتحدث عنها اسمها عنجة، والمعبود بتاعها كان عينشتي. عينشتي فاكرين لما كنا في ابيدوس وبنتكلم وبنقول المعبود عينشتي المعبود الاول الخلق، اعتبر ده هو بدايه الخلق، وده صوره من صور اوزير. بيقولوا البعض انها قد تكون منطقه قريبه من سمنود. بعد كده رحت رايح غرب الدلتا وعملت عاصمه تانية بيقال انها قريبه، الرمز بتاعها كان صقر دايما بيترسم، حتى نصوص الاهرام اشارت انها كان المعبود الصقر، فالبعض قال انها قد تكون منطقه قريبه من المقاطعه الثالثه من مقاطعات الدلتا اللي هي قريبه من دمنهور او ديمي انحور، وقالوا انها كانت بتمتد لغايه اوسيم. بعد كده بدات تجد المرحله الثانيه، المرحله الثانيه الدلتا برضه اتحدوا الاثنين شرق وغرب الدلتا اتحدوا مع بعض في مكان واحد اللي هو سايس اللي هي صال حجر، وبدا يظهر تعبير نيت ربة الحرب وربة الحمايه اللي بدات تظهر في المرحله دي. المرحله الثالثه الصعيد ما عجبوش، قام الصعيد. تخيلوا الصعيد قام فين بدايته؟ قام في مركز عباده المعبود ست اللي هي مدينه نبط توخ نقاده والبلاص محافظه انا، وفي المنطقة دي بدأ ست يظهر بشكل الحيوان بتاعه اللي ما احنا شايفين بقى، اذا كان الشكل الحمار او الشكل الحيوان الخرافي التمثيل بتاعه ايه هو بالظبط، اراء كتيرة جدا بتتقال عليه، ولكن ظهرت كمدينة قوية وعبادة واقليم ودولة قايمة. بدأ بعد كده الدلتا في المرحلة الرابعة قالت لا، راحوا ناقلين الدلتا تاني من سايس رجعوني على عنجة اللي هي قريبة من سمنود. بعد كده الدلتا على في المرحله الخامسه الدلتا احتوت الصعيد، لكن الصعيد واتباع ست انتقم لنفسه. ومن هنا تلاقي النصوص بتاعه الاهرام تتحدث عن مرحله حدث فيها صراع ما بين حورس وست، وكان الانتصار بدايه لحورس ثم انتصر ست. كل الصراع اللي بيتم ما بين حورس وست بيقولوا ان ده كان في مراحل توحيد البلاد في مرحله ما قبل الاسرات. المرحله السادسه حدث توحيد، والتوحيد كان لمصر كلها، والتوحيد كان في مدينة من أهم وأعظم المدن المصرية على الإطلاق، وهي مدينة أونو. أونو مدينة الأوتاد أو الأعمدة، المدينة اللي عرفت في النصوص اليونانية والرومانية باسم هيليوس بوليس أو مدينة معبود الشمس، تقربا إنها كانت مدينة الشمس، اجتمع الكل عليها. أونو دي كانت مدينة من أهم وأعظم المدن، هي مركز الفلسفة المصرية، مركز نشأة خلق الكون عند المصر القديم، مركز العقيدة، مركز البداية، قبلها الجميع. وإن كان تتحدث نصوص الأهرام أن حكم أونو لم يستمر طويلا، وده دخلت مشاكل ضدها من الصعيد. المرة دي كانتش من ناحية مركز نبط وتوخ، كانت من وينو. أونو وقفت ضدها وينو، وينو اللي هي إيه؟ وينو اللي هي اقليم الارنب اللي هي المقاطعه ال15 من مقاطعات مصر العليا اللي هي الاشمونين.
قالوا انها وقفت ضدها، وحدث نوع من انواع الصراع، الصراع اللي ادى الى ان اولو استمرت مدينه قويه وان فقدت جزء من مكانتها. وقالوا ان حدث صراع قوي ما بين حرس وست، عارفين فين؟ في المنطقه اللي انا قلت لحضراتكم عليها، وان شاء الله ربنا اكرمنا واشتغلنا، منطقه غرعحة، منطقه الحرب او مكان الحرب، عارفين اللي هي فين؟ المكان اللي بنسميه حصن بابلون، او المنطقه بتاعت حصن بابلون. مش كده دايما لما بقول واحنا عند المنطقه بتاعت حصن بابلون، ده مش دي مش بابل حابم اون، بابل حابم اون الناحيه التانيه، لكن المنطقه دي غير ايحاء. وعلشان كده استاذنا الله ربنا يديله العمر الدكتور جوده جبره طلع اكتر من تمثال، وكان ليا نصيب ان انا اشتغلت على تمثال الملكه كوريس، بيتعبد لفين؟ مين؟ للمعبود اتون. اونو دايما كانت مدينه عاليه، اونو دايما بترمز للملكيه المصريه على الرغم انها مش عاصمه. والدليل دليل حاجتين مهمين، الاولى اتون دايما يصور بشر بالتاج المزدوج، مين اللي ياخد التاج المزدوج؟ الملك. إذا لما أتوم ياخد التاج المزدوج هو الملك العظيم أو ملك عفوا مش كورونا إن شاء الله يعني. الحاجة التانية ألاقي إن مدن في الصعيد قوية جدا، إذا حين أرادت أن تعطي لنفسها القوة ربطت نفسها بأونو. ثلاث مدن لو فاكرين، إسنا وأرمنتو ودندرة، أنا جايبهم من الجنوب، إسنا أرمنت دندرة، متخيلين هنا؟ إذا أنا بتكلم على مدينة ليها أهمية. بعد كده المرحلة السابعة، المرحلة السابعة جت مدينة بوتو اللي هي به اللي هي مركز إبتو اللي هي سموها اليونانيين بوتو اللي هي بسوق كفر الشيخ، وبدأت تسيطر كمركز قوة. المرحلة الثامنة دخل الصعيد فين؟ في منطقة اسمها النخل. خلوا بالكم في المرحلة السابعة بوتو وخدت المعبودة بتاعتها واجت اللي هي واجت الحية اللي بتمثل بالتاج الأحمر. لما جه الصعيد في المرحلة الثامنة بقى وانفصل وأعلن عاصمة، راح في منطقة اسمها نخن 12 كيلو من إدفو. نخن كانت المعبودة بتاعتها اسمها إيه؟ نخبة أو نخبة. نخبة النون بتتقلب لام، النون بتتقلب لام والخاء بتتقلب كاف، فبقت لكبة أو الكاب اللي هي مدينة الكاب، وبقت نخبة وجد في المرحلة التامنة. الصراع القوي اللي قام ما بين الشمال والجنوب، وعلشان كده طوال التاريخ المصري القديم وعلى جدران المعابد تجد أنك أمام حاجتين مهمين، يحط لك أرواح بوتو وأرواح نخن. أرواح بوتو تلاقي ثلاثة صقر قاعدين بإيديهم عاملة كده، وأرواح نخن تلاقي ثلاثة ابن آوى قاعدين بنفس الشكل. ثم كانت المرحلة الأخيرة في سني حين خرج الملوك الأوائل ووحدوا مصر. طيب هنا هنلاقي بعض المؤلفات أو بعض الكتب أو بعض المؤرخين أو بعض الباحثين بيكلموني يقول لك أنه قبل بداية الأسرة الأولى كانت هناك ما يعرف بالأسرة صفر. كانت هناك ما يعرف بالأسرة صفر، وهي المرحلة اللي سبقت، وهي مراحل البري هيستوري أو البرو هيستوري أو مراحل ما قبل التوحيد. المراحل دي أقدر إن أنا أتكلم عليها إزاي؟ هتكلم عليها الفيديو اللي جاي إن شاء الله اللي هيكون معاده الخميس، يعني احنا هنشتغل التلات نفوت يوم الخميس، والأربعة أو اليوم اللي فاصل هسيب على الفيسبوك وعلى القناة اي اسئله لحضراتكم، خاصه ان مواضيع التاريخ ما بتحتاجش ان انا سلسل وبعدين ابقى اسمع، محتاج ان احنا كل مرحله نشوف عشان نجاوب عليها في بدايه الفيديو اللي بعد. اذا الخميس ان شاء الله هيكون معادنا ان شاء الله تشوفوا فيديو جديد عن الصليات، الجزء بتاع الصليات ايه دورها وازاي ابدا افهم المعاني اللي على كل صلايه، وهنحاول نضمنها بالصور ان شاء الله. اشوفكم على خير ان شاء الله في الفيديو اللي جاي من تاريخ مصر الفرعونية. شكرا جزيلا.